القيادة والسيطرة دي مهمة جدا في نجاح العمليات العسكرية وخاصة الحرب ضد الإرهاب. احنا عندنا في الجيش الثاني والجيش الثالث اللي هم بيحاربوا الإرهاب في منطقة شمال ووسط سيناء، عاوزين بقى نجيب قيادة توحد الجهود وتجمع ويحدث تضافر للجهود علشان مكافحة الإرهاب. فجابوا قائد قوات شرق القناة له قيادة في وسط سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني افتتح هذا المقر وبالملابس العسكرية وكان له تصريحات بارزة جدا وهو بالملابس العسكرية في سيناء. وليه؟ إن الرئيس أعطى رسالة عندما قرر إن المركز على عمق 27 متر تحت الأرض. هو كان الرئيس بيتساءل امبارح، قال له 22 متر، قال له لا، تحت عمق 27 متر يا فندم. وقاصد سيادة الرئيس علشان يدي رسالة للخارج بأن مركز القيادة ده محصن ضد أي عدائيات أو ضد أي استهداف من طائرات معادية حتى لو قنبلة 1000 رطل.